السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني المتدربين، اسمحوا لي أقدمكم نفسي، الأستاذ الدكتور علي عبد الرزاق الطاهر، أحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة كربلاء، كلية الهندسة، قسم الهندسة الكهربائية والإلكترونية. لدي دكتوراه في الهندسة الكهربائية، تخصص قدرة ومكائن كهربائية من جامعة كان في فرنسا، أحد الزمالات الدراسية في فرنسا. اليوم راح نبين لكم أنه من خلال هذه المحاضرة فشي مبسط حول دراسة السنجل فيز اندكشن موتور، اللي هي تعتبر أحد مفردات مادة المكائن الكهربائية للصف الثالث في أقسام الهندسة الكهربائية والإلكترونية في الجامعات العراقية. بداية اسمحوا لي أن أبين لكم أهداف هذه المحاضرة، اللي هي Lecture Objectives. راح من خلال هذه المحاضرة راح نتعرف حول الـ Working Principle of Single Phase Induction Motor، ونتعرف على الناقش الستارتنج اند رننج وايندنج، وكذلك انه نستخلص الدائره المكافئه للسنجل فيز اندكشن موتور. بدايه انه راح نبين لكم انواع السنجل فيز اندكشن موتور، اللي هي ممكن تبدي بال احنا كما تعلمون انه السنجل فيز اندكشن موتور يجينا فقط سكويرل كيج اندكشن موتور، والشركات العالمية بسبب الطلب الزائد على هكذا نوع من المحركات الكهربائية بدأت انه تنتج، كانت في بداية الامر تنتج فقط محركات يسموها الانتجر، بسبب الطلب المتزايد بدأت تنتج انه المحركات الفراكشن، يعني قامت تصنع مثلا ابو ثلاثة ارباع حصان، نص حصان، ربع حصان، ثلث حصان، بسبب الطلب المتزايد بالمكاتب، بالهاوس هولد ديفايسز، بالمطابخ الموجودة بالبيت، بدأت انه شنو تزداد عندنا حالات الطلب. ممكن انه نوضح امامكم انه خلال هاي الكورس راح ناخذ محركات السنجل فيز اندكشن موتور نصنفها الى سكويرل كيج وووند روتور. بالنسبه للسنجل فيز راح يعني نناقش موضوع الشيدد بول والسبليت فيز اندكشن موتور، اللي هو ريزيستنس ستارت اندكشن موتور والكاباستور ستارت، والبيرمننت سبليت كاباسيتورز وتو فاليوز كاباسيتور موتور. هذا فيما يتعلق بالسنجل فيز من نوعين، السكويرل كيج اندكشن موتور. بالنسبه الى الثري فيز اندكشن موتور اللي هو درسناه بالكورس الاول، اخذنا تقريبا الديزاين اي، ديزاين بي، ديزاين سي، والديزاين دي. اوكي، فراح خلال هذه الدقائق راح نركز على موضوع انه شلون ندرس السنجل فيز اندكشن موتور. تلاحظ هذا التورك سبيد كاركترستيك فور سنجل فيز اندكشن موتور وذ ديفرنت تايبس اوف اندكشن موتور. يعني ممكن انه اوصلكم الفكره انه سنجل فيز اندكشن موتور مر بعده مراحل. شلون عندنا هسه حاليا شبكات الانترنت الواي فاي بدات انه بالجيل الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، ايضا المحركات السنجل فيز بسبب بدات انه تطور نفسها، تجي اجيال بسبب الامبروفمنت الديفلوبمنت ليس التطور، فبدات انه بالشيدد بول، بعدين بالبيرمننت كاباسيتور، بالسبليت فيز اندكشن موتور، بالكاباستور ستات، وحاليا بالكاباستور ستات كاباستور ران، ونشوف انه الستاتيكتور بدا يزداد مع المفتاح الطرد المركزي اللي يحول لي من تو وايندنج الى سنجل وايندنج، من تو فيز الى ثري فيز.
إلى هذا القدر اسمحوا لي أنه نكتفي لهذا اليوم من هذه المحاضرة، وإن شاء الله نعاود اللقاء خلال الأيام المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.